يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده السادسه. قبل ما ندخل في التفاصيل، نقطه نظام، او عشان اكون دقيق نقطتين نظام. النقطه الاولى، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. والحقيقه هم مش مرتين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، هم كتير قوي الحقيقه وما يكفيش نعد. لكن هفكر حضراتكم بس بحاجات بسيطه جدا حصلت في نهايه السيزون الاخير، كانت بتتكلم على مشاكل في اداره النادي الاهلي وعدم قدره الاداره على السيطره على مرحله انهيار فريق كره القدم، او كانوا بيتكلموا كتير جدا على مشاكل في اوضه اللبس وخلافات بين الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي، او حتى في اوقات كتيره جدا كانوا بيتكلموا كمان على انه الفرقه بقت فاضيه وما بقاش فيها نجوم، وانه كل النجوم الكبار رحلوا عن الفريق. الكلام ده كتير جدا سمعناه على مدار الموسم الاخير، ورغم كده فاز النادي الاهلي بالثلاثيه وحقق البرونزيه. دول النجوم، ودي نفس الفرقه اللي فرحت جماهيرها السنه اللي فاتت رغم كل المطبات الصناعيه اللي حاولوا ان هم يحطوها في طريقها، وهي هي نفس المطبات، وهي هي نفس المحاولات اللي بيحاولوا ان هم يكرروها مره تانية. خدوا بالكم جدا جدا في التوقيت ده في غايه الاهميه. والشيء الوحيد اللي بيطلبه من الجماهير النادي الاهلي هي المسانده والدعم للفريق. خدوا بال حضراتكم الناس اللي بتحاول تسخنكم على اداره النادي الاهلي، والناس اللي بتحاول تسخنكم على الجهاز الفني للنادي الاهلي وتحديدا مستر موسيماني، وكمان الناس اللي بتحاول تسخنكم على نجوم الفرقه وعلى لعيبه الفرقه اللي وارد جدا يكونوا مش موفقين في بعض المباريات، ولكنهم ممكن جدا يكونوا حاسمين في مباريات اخرى، والدليل معانا وهنعرضه على حضراتكم على مدار الحلقه. ده رقم واحد. رقم اتنين، توزيع ادوار. دوري ودور حضراتكم هنا احنا بنعمل ايه؟ واحنا اتفقنا مع حضراتكم من بدايه السادسه انه البرنامج ده هيكون فيه المساحه الاكبر للجمهور، وانه من حق جماهير النادي الاهلي اللي غايبه عن المدرجات ان يكون ليها مساحه للتعبير ولتوصيل صوتها. هل ده معناه ان احنا ما ننتقدش؟ هل ده معناه ان احنا نغمض عينينا وما نشوفش السلبيات؟ لا، بالتاكيد مش ده المقصود، ومن حق حضرتك تنتقد ما دام النقد موضوعي وفي حدود الاحترام، وما دام نقد بناء يفيد الفرقه، لانه في الظروف اللي احنا فيها دي، وكلام على دوري ابطال افريقيا على وجه التحديد، احنا محتاجين اللي يسند مش اللي يوقع، محتاجين اللي يبني مش اللي يهد. ده دورنا وده دور حضراتكم، وبالتاكيد في النهايه هدفنا هو مصلحه النادي الاهلي، مش مصلحه اشخاص. لا بنتكلم على جهاز فني، ولا بنتكلم على لعيبه، ولا بنتكلم على مجلس اداره. تحياتي لحضراتكم، والنهارده معانا تفاصيل كتير، وهنفتح ملف التحكيم. للاسف شديد جدا، وعلى الرغم من اقاويل كتيره كانت بتتكلم على مجاملات وعلى مؤامرات على فرق تانية، اعتقد النهارده بالدليل القاطع نقدم لحضراتكم اخطاء تحكيميه حصلت على ارض النادي الاهلي وعلى ملعب النادي الاهلي، كانت مؤثره جدا في مشواره في العديد من نسخ دوري ابطال افريقيا. مساء الخير على حضراتكم.